حتى نشوف الان كيف راح نكون constant magnitude rotating magnetic flux. راح ناخذ الكويلز الثلاثه هذول وخليني افترض ان هذول الثلاثه مشبوكين ان ستار. فهذول الثلاثه لو مشبوكين ان ستار كانه عندي اليو راح اسميهم انا يو وفي دبليو. احنا احيانا كنا نستخدم ار اس تي ما بهمش نستخدم يو وفي ودبليو. فهون راح افترض ان هذول الثلاث تيرمينالز هم يو وفي ودبليو. وهاي الاشاره انا هون بقصد فيها كويل انه عندي لفيت لفات عدد من اللفات راح يتكون عندي كويل. اذا هذا كان كويل ايش راح يكون؟ فلوكس ماجنتيك فلوكس مش هيك؟ ماجنتيك فلوكس وكل واحد راح يكون في اتجاه. خلينا نطلع افترض انه عندي اليو. نفترض السلكين تبعون اليو حطيتهم هون وهون. فلو الكارنت مر في هذا اليو بهذا الاتجاه فرضا نفترض انه طلع من الصفحه هون ودخل الصفحه هون وين راح يتكون الفلوكس تبع اليو؟ بهذا الاتجاه. خلينا نرسمهم الثلاثه بثلاث الوان مختلفه مثلا نستخدم احمر وازرق واخضر. فلو جيت استخدمت مثلا لهذا حستخدم فرضا احمر لهذا الفيز من هون. فالماجنتيك فلوكس اللي تتكون من اليو راح اسميها هون بي صار. وطبعا كل ما زدت الكارنت هون ايش راح يصير بهذا الاتجاه تبع الفلوكس؟ راح يزيد. طب لو عكست الكارنت هون ايش راح يصير؟ راح يزيد. مضبوط. اذا هو دائما بيقدر يعطيني بس بهذا الاتجاه، يا طالع بهذا الاتجاه يا نازل بهذا الاتجاه، والماجنتيود تبعه بيصغر وبيكبر حسب كميه الكارنت اللي ماره في هذا الكول اللي موجود هون. وهذا كانه عندي تو بولز هون، كانه عندي تو بولز، يعني عندي كانه بول بوزيتيف او بول بلس وبول ماينس. فهذول بنسميهم تو بيرز اوف بولز اللي ولدوا لي هذا الماجنتيك فلوكس. نيجي نطلع على الثاني. خليني اخذ مثلا الفي. لو فرضت انه الفي هلا هون عندي هذا، اذا كان هذا هون اليو، نفترض هذا هون يو وهذا يو بار، راح الف 120 درجه ان سبيس. وايش راح احط؟ في في بار. وراح الف كمان 120 درجه. وايش راح احط هون؟ دبليو دبليو بار. خلينا اضبط هذا هون هيك، وهدول كل واحد فيهم طيب. اذا هون عملنا اليو والفي والدبليو، خلينا نرسمهم بالالوان الصحيحه. فخليني ارسم الدبليو بالازرق. خلينا ارسم الفي بالاخضر. أنا صار عندي هي الثلاث كولات. هلا نيجي نطلع على الثاني. طلع على الفي. الفي هلا احنا اليو فرضنا انه الكرنت، خليني افترض مثلا انه الكرنت بيطلع من اليو بار وبدخل في اليو بهذا الشكل. خليني افترض بالفي هلا انه الكرنت بيطلع من الفي بار، فراح يكون الاتجاه اللي راح يعطيني اياه بهذا الاتجاه، مضبوط؟ اذا هذا الاخضر من هون اللي هو هذول الاثنين، وهذا راح اسميه في. قديش الزاوية هاي بين الاثنين؟ 120 درجة. إذا بالفضاء في عندي 120 درجة فيز شيفت ما بين الفي واليو، وواضح ليش؟ لأني لفيت الكويل مش هيك؟ وين اليو كانت اليو واليو بار هي؟ هل لفيتها أنا هيك ولا لفيتها هيك؟ 120. هل لفيتها أنا 60 درجة بس؟ لا، لو لفيتها 60 درجة كان اليو ما بتيجي على الفي بار. مضبوط؟ إذا أنا لفيتها 120 درجة، لفيتها 120 درجة معناها هذه راحت هون، إذا هاي لفت 120 درجة أو إذا بدك بهذا الشكل من هون 120 درجة، اللفة 120 درجة أعطاني بالفضاء هذا هون. هلا نفس الشيء لما بزيد الكرنت بالفي إيش راح يصير بطول هذا الفيكتور؟ راح يزيد، لما أعكس اتجاه الكرنت بالفي وين راح يروح الفيكتور؟ راح يصير هيك، يعني لو الكرنت كان طالع من الفي وداخل بالفي بار بصير الكرنت هيك على قاعدة اليد اليمنى، أو إذا كان الكرنت طالع من الفي بلس وداخل في الفي راح يكون في هذا الشكل. اذا دائما اتجاهه هون، اذا صار نيجاتيف او بوزيتيف دائما راح يتغير. يعني انا بدي اسالكم سؤال، لو انا جبت بطاريه الان واخذت الاطراف تبعون في، هاي الطرفين تبعون في والطرفين تبعون في، اخذتهم بهذا الشكل حطيت عليهم بطاريه هون، ايش راح يتكون؟ ايش راح يتكون عندي هون؟ طلع عليها هاي في، وهذا هون التيرمينال كانه في بار. فالكارنت هون راح يطلع من في، يعني نفترض انه كان طالع من في بهذا الاتجاه وداخل في في بار بهذا الاتجاه، فراح يكون عندي طالع هيك من الصفحه داخل هون، وين راح يتكون؟ بهذا الاتجاه.
لو رديت عكست الكرنت وين راح يصير الاتجاه؟ بهذا الاتجاه. اذا نفس الشيء راح اعمل بفي، وهلا كمان دبليو نفس الشيء، دبليو دبليو عندي كويل كمان موجود هون، وطراف دبليو راح يكون عندي لو كان عندي الكرنت طالع من يو دبليو داش وداخل بيو، وين راح يكون اتجاهه؟ وقديش راح تكون الزاويه هون؟ 120 درجه. وهي طبعا صارت 120 درجه. اذا واضح التركيب، التركيب الداخلي انه انا في عندي مجموعه كويلز، الكويلز هذا لانه المشين 3 فيز فانا جبت 3 كويلز، كويل عملته لليو، كويل عملته للفي، كويل عملته للدبليو، عملت بالسبيس بالمكان مش بالزمان، لسه بالمكان اول شيء، بالمكان قديش عملت فيز شيفت بينهم؟ طيب نسأل سؤال، لو انا خليت دي سي كرنت على الثلاثة بحيث انه كل واحد منهم اعطاني، هذا اعطاني بهذا الاتجاه قيمة للبي، هذا اعطاني هذه القيمة باتجاه البي بالبي، وهذا اعطاني بي، شو بكون الماجنتيك فلوكس في داخل المشين؟ زيرو. زيرو، ليش زيرو؟ كويس. لأنه هذول فيكتور، بي عبارة عن فيكتور مضبوط. بي عبارة عن فيكتور. إذا هدول الثري فيكتورز بجمعهم وقيمتهم كونستانت، يعني الثلاثة قيمتهم لهم نفس الطول لأني مررت نفس الكرنتس الثلاثة فيهم، راح تكون النت ماجنتيك فلوكس دنسيتي في داخل هاي المشين زيرو. إذا لحد الآن ما استفدنا من اللي عملناه. مضبوط؟ لأنه ما فيش عندي ماجنتيك فلوكس، إذا ما عندي ماجنتيك فلوكس ما راح أقدر أثر على الروتر، مش أنا بدي أحط روتر هون ويصير يلف الروتر. بس راح يصير في عندي روتيشن. إذا شو ممكن أعمل؟ حطوا تمام اي سي. اذا هي فكره، خليني اجيب هذول. طبعا انا هون بفترض انه الاسلاك الثلاثه كلها عندي متوفره، يعني متوفر اني اعمل اللي بدي اياه بالاسلاك الثلاثه الموجودين هون، فممكن اطلع هذا السلك هون واطلع هذا السلك، هذول يعني ست اسلاك كانه عندي. وفي البدايه جربنا حطينا بطاريه هون بطاريه هون بطاريه هون، ما زبط معنا مش هيك طلع. راح نحط اي سي هلا. نعم نعمله اسينكرونس. لا لا انا لسه قبل ما اروح سينكرونس اي سينكرونس انا بدي اولد ماجنتيك فلوكس دنسيتي هون بتلف. المشكله اللي صارت عندي الان لما حطيت دي سي على كل واحد من الثلاثه طلع هذا له طول كويس ما فيش مشكله، وهذا له طول وهذا له طول، بس لما طلعت بالسبيس هذول بالفضاء هذول الفكتورز الثلاثه رح يلغوا بعض. شوف طلع هذول الاثنين بالسيمتريكال، هذا رح يصير فيه له محصله هون ومحصله هون، وهذا رح يصير فيه له محصله هون ومحصله هون، بس محصله هذا اللي هون رح تلغي محصله الازرق هون. مضبوط؟ ومحصلة الأزرق هون راح تجمع محصلة الأخضر هون، بس مجموعهم التنتين لمين راح يكون مساوي؟ لها، لأنه هاي بصير ساين ال 30 نص، ساين ال 30 نص، نص ونص قديش؟ واحد، الواحد بيلغي الواحد، وهذا راح يصير كوساين ال 30 في هاي، وهاي راح تصير كوساين ال 30.866، بس هذول متعاكسين في الاتجاه راح يلغوا بعض، مش حضل عندي أي شيء، الاقتراح من عبد الرحمن، عبد الرحمن مضبوط؟ من عبد الرحمن إنه نحط أي سي على الثلاثة، خلينا نشوف، راح أجيب اي سي احطه هون، وان فيز معه راح احط كمان اي سي هون، وان فيز معه راح احط كمان اي سي هون، ماشي واضح؟ لازم تكون مون فيز. نعم؟ ماشي انا بدي افرجي الفكره، بدي افرجي الفكره. لو حطيت الثلاثه كانوا ان فيز شوف شو المشكله راح تصير. لما يكون هذا زيرو، هذا قديش راح يكون؟ زيرو، وهذا راح يكون؟ زيرو، راح يكون محصلتهم زيرو. نفترض مشينا 90 درجه، قديش هذا راح يصير؟ ماكسيمم. وهذا راح يصير ماكسيمم، وهذا راح يصير ماكسيمم، كمان راح يصير زيرو. لما يردوا ينعكسوا كمان راح يصير، اذا ما استفدت من الاي سي مش هيك؟ تمام، اذا ايش لازم اعمل بينهم؟ فيس شيفت. قديش راح اعمل فيس شيفت ان تايم؟ 120 درجة. اذا القاعدة هي بدي 120 ديجريز فيس شيفت ان سبيس، وبدي 120 ديجريز فيس شيفت ان تايم. اذا حطيت 120 ديجريز فيس شيفت ان تايم على هذول الثلاثة راح يصير في عندي روتيتنج ماجنتيك. Thanks.